السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو، صراحه هذا الفيديو طلبته مني بزاف بالنسبه للناس اللي تابعيني في انستغرام. بزاف البنات راهم تهما مقبلين على الولاده وباغيين يعرفوا افكار هكا على حسب حقيبه الولاده اللي غادي يديو معاهم لا سال داكوشمون. وبزاف طلبتوا لي على هذا الفيديو هذا، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هكا فيديو في مفصل في يوتيوب حسن ما نحطه في انستغرام. وهذا هو مهم الموضوع ديال هذا الفيديو هذا، الا كنتم مهتمين بقوا معايا. اول حاجه هذه لا فاليز ديالي، هذه خاصه بيا، فيها حويجات ديالي، فوطه، بيجامات ديالي وداكشي. وهذه خاصه بالبيبي. هذا الصراحه هذا الصاك خديته شحال، هذه في الناس اللي غادي يبغيو يعرفوا من خديت الصاك كالونجي، خديته الصراحه شحال هذه من اوركسترا اللي زيت بنتي الاولى، يعني درك شي تقريبا 6 سنين وهو عندي، وما شاء الله كل مره هو اللي كان ناخذو معايا، وما صرالو حتى شي حاجه. لا كاليتي ديالو زوينه بزاف، وكتجي مع حتى واحد طابي هكا ملي كتبدلو البيبي، كتكون هكا اون بلاستيك كتقدروا تمسحوها، مراش عندي هنايا. المهم هذه بالنسبه للبيبي، وهذه بالنسبه ليا. وهاد لا كوفيرتور ديتها هكا خفيفه حيت ان شاء الله غادي نزيد في هاد الاسابيع الجايه، وما كاينش البرد بزاف صراحه، بدا كيحمى الحال، ولكن قلت من نخرجها وداكشي ضروري ندير لها شي كوفيرتور هكا تكون شويه خفيفه. اول حاجه نشاركها معكم هو هاد الصاك هذا غادي ندخلو معايا ان شاء الله لا سال داكوشمون. فيه هكا التبديل الاولى ديال البيبي وكلشي، ما غادي نحلها لكم وركم شنو درت فيها. كما كتشوفوا شنو درت فيها كاع، خديت لها هاد النونوسة هادي مكتوب فيها I am new here. بالنسبة للون راني اختاريت لون بيج، يعني نيود، يجي مع الوليدات ومع البنيات، مبغيتش ندير هكا غوز ولا شي كولور اخر، اختاريت هاد لاكولور هذا. خديت لها لا تيتين و اتاش تيتين بيرسوناليزي. بالنسبه لي غادي يسولوني فين خديت فين صاوبت هذا، راه جاي بحال داك ماش بونتي كروا ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هذا خدمته لي واحد التركيه هنايا جارتي تحت في لاباردان فو، ولا بغيتو تخدمو شي حاجه راه ما كتصاوبش غير هاد لاطاش تيتين، كتصاوب بزاف ديال الحاجات هكا لي بافوار بيرسوناليزي هكا، مثلا شي لي زار بالوساده ديالو ولا الغلايف ديال القران مثلا. المهم كتخدم حاجات هكا يعني هاند ميد باليد، داكشي عندها فن بزاف. المهم يدخلوا لاباج ديال انستغرام، غادي نحطها لكم في لاباج دانفو، تواصلوا معها راه كتصيفط لاوروبا كامله. هنايا خديت هذه التبديله الاولى ديالها ان شاء الله. خديت يعني بيجاما وبودي، غادي نوريكم الطريقه كيفاش صابتها. نتمنى يكون كيبان لكم هكا كنظن. اول حاجه خديت لها هكا البيجاما. بالنسبه للعباره البنات خديت نمره 56، يعني 01 موا، هادو غير بالنسبه للتبديلات ديال السبيطار. الاغلبيه هكا من تكونوا تاخذوا يعني الحويجات ديال البيبي، خذوا كثر 62 يعني الفوق هكا على حسب لا سيزون داكشي، واش الشتاء واش البرد، وهذا خذوا 62. هي كتكون كنظن 4 شهور، لا 4 شهور 6 شهور يمكن، ما عرفتش بالضبط، ولكن نمره 56 خذوا منها غير حاجه قليله، يعني 4 تبديلات ماكس ماكسيموم خذوهم، حيت راكم عارفين الوليدات تقريبا من الاسبوع الاول عام سوج سيمانات كيبداو كيكبروا، صافي ما كتبقاش تجيهم، ما كيبقاوش يجيهم هاد الحويجات هادو. مي هادو خذوهم غير على حسب السبيطار وصافي، بغيتو تاخذوا حتى 62 في السبيطار تقدروا، غير هو يجيهم شويه كبيبرين معليش، ولا خذوا وحده 62 لربما البيبي يتزاد شويه يعني وافي. خديت هاد بيجامات، الناس غادي يسولوني المهم خديتهم في سين ا، هي وهاد البودي هذا ها هو لا مارك تاع سين ا، خديتهم هكا يعني غير نصكم باش بدا كيحمى عندنا الحال، والسبيطار كيكون اصلا سخيخ بزاف. وخديت واحد لاكوش صغيره ديال نيسانس، خديت هاد البوني
تدارا بيرسوناليزي المهم عنده السميه بشي اخرى. وهاد لي موفل هادو ضروري البنات هادو باش بيخبشوش راسهم، حيت تبارك الله ملي كيتزادو كيكون ظفارهم كبار وكيقدروا يخبشوا راسهم. هادو ضروري ناخذو منهم بعدا واحد ربعه ولا هكا باش تبدلو فيهم. صافي كنديرهم هكا فوق لاكوش وكنقلب هكا وكنقلب هكا اليدين صافي، وكت كيجيو هكا مطوي كيكون كلشي مجمع. شنو خديت اخر البنات؟ المهم هنايا خديت جوج ديال هادو القماطات، هاد الشكل كنت ديجا خديته واحد القيس يعني شحال هادي في بنتي، عاوداني خديته عاوتاني مره اخرى. هذاك صافي قدام، هذا في اللون عاوتاني بيج، كيجي هكا صراحه البخاتيك وسهل بشي واعر. ما عرفتش غادي نقمطها القماطه العاديه، المهم غادي نشوف. عندي حتى القماطه العاديه المغربيه ديالنا ديال زمان، وكاين هذه المهم خديت هذا الشكل هذا. ما عرفتش كيبان لكم في لا فيديو، غادي نحط لكم الصوره ديالو. هذا راه خديته من شيئين، المهم الحاجه اللي خديتها بعدا من شيئين راه غادي نكتب لكم الكود ديالها هنايا، وحتى الكود برومو ديالي استعملوه باش ينقص لكم. المهم هذه حتى هي خديتها من شيئين هي، وهذه هذا الشكل الاخر هذا. حتى غادي نحط لكم لا فوتو، راه ديجا اللي متبعيني في انستغرام شاركته معكم في واحد ستوري، جاي بحال هكا باللعبة فيش يعني باش يديه بحلولين ولا يديه باللعين، وفي هكا هاد السنسلة هادي. هاد الشكل اول مرة ناخدو، ما عارفش يعني كيفاش داير، غادي نجربو عاد ونشوف. ما غادي ناخد لكم زعما نحط لكم التصويرة هنايا تشوفو كيفاش دايرة لا فوتو. وصافي خديت هادو، هادو خديتهم من سي ان ا، هادو كتجي فيهم باك فيه ثلاثة وفيهم هاد، غادي نوريكم الاخرين في الساك الاخر. خديت هذا هكا يحطوه عليها قبل ما يحطوها في ديك الناموسيه اللي كيحطوها اولا، المهم درتها هنا لربما نحتاجها. كيكون التوب ديالهم هكا قطن. صافي هادشي اللي خديت هنا، غادي نرجع كل حاجه بلاصتها. هنا غادي نشارك معكم شنو خديت في هذا الساك اللي غادي ناخدو ان شاء الله في لاصال د ماتيرنيتي فين غادي نجلس ان شاء الله ابخي الولاده. هنا خديت من اول حاجه تبان لكم هنا هو البيبرون، خديت هاد لامارك هادي ديال مام، هادي صراحه هي اللي جربتها في براسي في الاول، وحتى ديك لامارك ديال تويست شيك ديال السويد حتى هي زوينه بزاف. هادي باش كتعجبني ما كدير لهمش لي، هادي اونتي كوليك زوينه بزاف هاد لا مارك، حتى هي خديت النيود فيها الالوان فيها الغوز الازرق وداكشي كامل. ثاني حاجه هنا خديت هي هاد لا مارك ميديلا، هادو هادي تيرلي مانيوال، هادي يعني ماشي د الكتريك، حيتاش كيطلبوها لي في هنا في السبيطار ضروري كيقول لك خصها تكون عندك. كما عارفين في الاول قدر ما يخرج لكش الحليب في الساعه، خص هادي كتعاون بزاف كيطلبوها لي. هنا كتقدروا تكريوها البنات يعني من الفارماسي، سينو قلت ناخذ غير مانيوال هكا يعني ديال اليد وصافي كتعاون. وكاينين حتى كاينين حتى فشيئين الكتريك شفتهم بزاف كيشكروهم، تقدروا تشوفوهم غير تما يعني ديروا تيغلي الكتريك ولا شي حاجه غادي يخرجوا لكم. خديت هاد لا كوفيرتور، حتى هادي كنت شاركتها معكم في ستوريات في انستغرام، حتى هادي كوفيرتور خفيفه هكا ماشي ثقيله بزاف، ماشي زعما سخونه بزاف، فيها هاد الجهه دايره هكا، لا كاليتي ديالها فنه بزاف. وهاد الجهه فيها هكا فيها هاد لي موتيف هكا ديال التديبيغ، عجبتني كتحمق فنه، لا كاليتي ديالها زوينه. هادي عاود باغ كونطخ كبيرة، هادي على ديك اللي وريت لكم في الأول، هادي كبيرة صراحة. خديت هادو اللي كنستعملهم البيبي من كيتزاد، صراحة زوينين هادو، راه 100%، المهم قالي 99.9% واتغ زعما ما هادو مكيديروش الحساسية وداكشي، يعني زوينين بزاف
يعني بيور واتر، ما فيه شي حاجة أخرى. مكتوب سميتها واتر وايبس، خليت غير واحد الباكية هكا، قلت غادي نقدر نستعملها. واحد الحاجة أخرى البنات خديتها يعني مؤخرا يلا شريتها، هي هاد فريغرنس نابي باك، هادو لي ساشي ديال لي كوش. هادو بحال هادو ميكات، هو فين يتحل، هادو ميكات وفيهم الريحة زوينة هكا بالنسبة لي كوش، مي كيكون فيهم الريحة ولا باش ما يطلقوش الريحة في البيت. بغيت ناخدهم معايا ان شاء الله نستعملهم، نستعملهم ان شاء الله. خديت غادي ناخذ، ما عرفتش واش ناخذ الباكيه كامله ولا ناخذ غير شي حبات، ما عرفتش غادي نشوف ديك الساعه على الحساب. المهم هادو زوينين البنات اللي غادي يسولوني فين هادو، خديتهم من اكسيون فيهم 100 ساشي، وزوينين هادو البنات ما كيخرجوش الريحه يعني ديال لي كوش. خديت هاد لي بافوار، خديت غير ثلاثه، ما عرفتش نقدر نحتاجهم حيت نعقل بنتي في الاول، بنتي الاولى كانت كتحشكم كترد شويه، داكشي علاش نقدر نستعملهم مع الريوق ومع داكشي باش ما تفزقلهاش البيجامه، كتستعملهم هادو كتحتاجوهم. المهم خديت ثلاثه، وهنايا كما كتشوفوا خديت هادو تبديلات، تقريبا درت لهم نفس الشكل اللي وريت لكم في الاول، درتهم في هادو كاملين. المهم خديت هذه تبديله الزوجه، هذه تبديله الثالثه، المهم نفس الطريقه ديال التنظيم اللي درتهم في كل شيء. درت التبديله الثالثه، ها هي كانت الرابعه، هذه درتها في الغوص، وهذه الخامسه. المهم درت خمسه، ما تقدروش تعرفوا شنو غادي، المهم توسخ حويجاتها ولا تقيه ولا شي حاجه. المهم درت أربعة تبديلات هنايا في هاد في هاد الساك، وديال الساك داكوشمون درت فيه وحده، وهنا زدت هادو اكسترا الا توسخوا لي هادو دي لي بوني. هادو خديت هاد الشكل هكا بالنسبه للتصويرات، كيجي زوين هكا كيوت. هذا خديته حتى هو في شيئين، ديجا كنت حطيت لكم لي كود وداكشي في ستوريات، غادي نعاود نحط لكم هنا الا بغيتو. هادو كيجيو باك فيه ثلاثة، وهادي حتى هو كيجي باك فيه وقيله ثلاثة ولا زوج، كنظن ثلاثة، هذا والبيض وكاين واحد في الغوص. المهم خديتهم هادو يعني زيادة غيزارف الا توسخوا لي بشي حاجة. خديت هكا هاد الزوج هادو ديال الدوش، هذا يدوشولها ان شاء الله، والنهار الاول ما كيدوشولهاش، حتى نهار الزواج عاد غادي يدوشولها ان شاء الله. خديت هكا جوج، كنظن خديت زيادة في لافاليز. هادو دوك اللي وريت لكم، خديت باك ديال ثلاثة هادو الباقيين هذا الشكل هادو. وهنايا خديت هاد الساك، درت فيه هكا درت فيه هادو، تمسحلها بيهم ولا شي حاجة، ولا هكا من بغي نقرحها نديرهم على الكتف ديالي. تا هادو خديتهم من شيئين، باك فيه ثلاثة، فيه هكا يعني جايين صغيورين ماشي كبارين بزاف، ثلاثة هادو كيما قلت لكم ديرهم على كتفي من بغي نقرحها ولا نمسحها ولا نمسح لها يعني فمها ولا شي حاجة. خديت ثلاثة، وضروري واحد الفوطة هكا ديال الدوش. المهم رديت كل حاجة بلاصتها، و غادي نزيد عاد هادو ملانجيت. بالنسبه لي برودوي وداكشي راه كلشي كيعطيوه لنا في السبيطار، ما غاديش ندي لها معايا حتى شي حاجه، لان راكم عارفين جيل دو شامبو ودوك لي كريم وداكشي كلشي كيعطيوه هنايا في السبيطار. هنايا دايره يمكن دايره مشيطه حتى هادي كيعطيو، كنظن كيعطيو حتى المشطه. المهم خديت هادو، هادي نظن ماغاديش نستعملها. المهم خديت لها هكا، هادي خديتها من شيئين، الا بغيتو لا ريفيرونس غادي نخلي لكم الكود. و هنا خديت واقيلا تقيشات، خديت واحد شي خمسه ديال التقاشر، المهم قلت الا احتاجيتهم ولا غادي نشوف.
الا شت رجيلاتها باردين غنديرهم لها من الفوق. وهذا كريم ايدغاتون ديال اليدين، هذا غير زدتو اخر لحظه، المهم زدتو هنايا نحتاجو بلاستيك باش نشد الشعر ديالي. وصافي دابا غادي ندوزو لافاليز ديالي. بالنسبه لافاليز ديالي فيها هكا جوج ديال الجوايه. خديت هادي، غادي ندير لكم واحد لا فيديو ابار ديال بيجامات ماتيرنيتي اللي خديت من شيئين. سينو الا ما درت لكمش زعما فيديو يوتيوب، غادي نحط لكم غير فيديو في انستغرام. بالنسبه للناس اللي ما متابعينيش في انستغرام دخلوا تابعوني، غادي نحط لكم هنا لا باج ديالي اولا في لا بار دانفو. المهم اول بيجامه خديتها هي هادي، هادي جايه هكا ان شاء الله تكون تبان لكم في لا فيديو. جايه هكا قصيره ماشي طويله بزاف، المهم طويله فايت الركابي و ماشي بالسروال يعني غير لو او. وجايه هكا لا كولور ديالها فهاد اللون اللي راني دايره بيج، فيها هنا الدونتيل في الكحل، فنا هاد الشكل ديالها كيحمق. غادي نحط لكم لا فوتو ديالها هنايا باش تشوفوا كيفاش كتلبس. ان شاء الله هي اللي غادي نلبس في الاول، ملي غادي ان شاء الله نزيد غادي نحاول نحط كل حاجه هنايا باش هادي تاهي خديتها من شيئين. غادي نحط لكم لوكود، المهم اي حاجه نحط لكم لوكود ديالها تما، وحتى لوكود برومو ديالي تستعملوه. عندي جوج ديال الكود البنات، عندي واحد كيتستعمل كنظن في اوروبا كامله، وواحد كيتستعمل في غير فرنسا. تاني بيجامه خديت هي هادي، حتى هادي فنه كتحمق، سرولها ماشي طويل بزاف، المهم هكا داير الشكل ديالو، حتى هو باج وفيه هكا شويه ديال الدونتيل هنا في الابيض. وباش عجبوني دايرين فيهم هاد السيستيم هنايا عند لا سانتور على حساب الكرش وداكشي، المهم نتوما كتزيروا على حساب العبار اللي عندكم. هادي لا طاي خديت كنظن خديت اكس ال، ها هي خديت اكس ال. هادي هذا السروال ديالها، وهذا لو او ديالها الفوق، حتى هو فيه الدونتيل هكا في البيض، فنه كتحمق تتوبها زوين. المهم هكا داير، وضروري البنات الا كنتو اول مره غادي تزيدوا، ولا يعني البنات اللي غادي يزيدوا ضروري خذوا هكا البيجامات اللي يكون فيهم هكا الصدايف، او اللي يكون عندهم العنق شويه واسع على حساب راكم عارفين حساب الرضاعه. المهم الجديدات هكا دايرين، وكتب قلت لكم بالصدايف، هذا ماشي جيب هذا زواق وصافي. المهم هكا ما غاديش يبان لكم الشكل اللي راني حاطاها، ولكن غادي ندير لكم لا فوتو ديالها باش تشوفوا. ثالث بيجامه خديت هي هذه، خديتها الصراحه من المغرب، يعني ماشي ديال شيئين ولا، هذه خديتها من المغرب. حتى هذه التوب ديالها زوين قطن، ها هي الشكل ديالها، حتى هي باج فيها هكا الدونتيل من هنايا، فنه الصراحه ومبرده. وحتى هي خديت لاطاي اكس ال، هذه بالسروال، ها هي السروال ديالها هو هذا، هادو على حساب الدوش. قلت لكم راني ديجا خديت منهم عاوتاني هادو، هاد لي كون ديال الدوش، هادو سوتيان غورش ولكن ديال ديال الرضاعه يعني ديال لاليتمون، هادو خاصين، هادو تاهما خديتهم من شيئين. غادي نحط لكم لا ريفيرونس هنا، راه فيهم هاد اللوينات، وخديت فيهم حتى لوينات اخرين، هما هادو هادي في الكحل والباج والبيض، كيجيو هكا يعني باك فيه هاد الالوان، وكاين هاد الباك اللي فيه هاد الالوان هادو، حتى هادو زوينين، هادو كينفعوا. خديت هادي، خديتها من ايكيا، هادي هادي بحال بانطوفه خفيفه بحال دوك اللي كيكونوا في لي زوتيل، خفيفه هكا، مع اصلا انا رجليا كيتنفخوا بزاف في الاسابيع الاخيره، وهادي غادي نرتاح فيها احسن ما ناخذ شي حاجه اخرى ولا شي صابو شويه قاسح. خديت غير هادي خفيفه بزاف. هنايا خديت هادي، هادي كنت شاركتها معكم حتى في لي ستوري انستغرام، هادي كدار في الماكسي كوزي على حساب هكا الشميشه وداكشي ولا الريح ولا على حساب. المهم نحط لكم هنا التصويره ديالها، نحط لكم حتى الكود الا بغيتوها، كيكونوا شكلات بزاف ماشي غير هذا الشكل. وهذه خديتها حتى هي من شيئين، هذه بيجامه باش ندير ماتشي معاها. هذه هكا دايره حتى هي بالسروال،
ونحط لكم الفوتو ديالها باش تشوفوها فيها داك الجيب وحتى هي بالصطيفات. وهذا هو السروال ديالها. نتمنى يكون يبان لكم مزيان في الفيديو ونحاول نحط لكم الفوتو باش تشوفوا حتى لو كود الا بغيتوا تكون موديل. حتى هذه الثوب ديالها زوين ومبرد صراحه ما عندي ما نقول فيه. وهاد لاطروس هادي نورمالمون هادي ديال لي برودويات نتاع البيبي اللي غادي يعطوني بعدا في السبيطار غادي نديرهم هنا. مي خديت فيها حتى شي حاجات ليا هكا لادوش وكلشي. المهم اول حاجه خديت هكا هاد لي كوطون هادو نحسب نحيد الماكياج ولا مهم نستعملهم ان شاء الله. ضروري نديرو شويه ديال الماكياج باش ما نبانوش كنخلعو. المهم انا ما عنديش مع الماكياج بزاف ما غير شي حاجه خفيفه وصافي. ثاني حاجه خديت هاد لي كوطون هادو خاصين بالرضاعه هادو راهم يعني معروفين هادو. خديت يعني المهم شي حبات هكا نقدر نستعملهم. خديت هاد ديودورون هذا لا مارك كودالي هذا مزيان هذا خاص بهذا سول الكول سول الومنيوم وخاص هكا بالنساء اللي كيرضعوا او الحاملات زوين بزاف هذا راه ناتوريل. خديت هكا الكوند ديال كوند تواليت ديالي هذه ليا. خديت هكا دي ماكيون خذوا هذه ولا لا مارك تاع غارني حتى هي زوينه. خديت هكا واحد ميني شامبوان صغير باش الا دوش ان شاء الله. خديت هذا خديت غير الحجم الصغير هذا بيغلان هذه ديال لي ماملون على حسب الرضاعه هادو باش ما كوم عارفين دوك لي كروفاس اللي كيجيو في الاول ملي كترضعي. المهم خديت هذا باش كيكالميو الحريق وكيقول لك معليش واخا كلها البيبي معليش. خديت دونتيفريس والشيتا ديال السنين وهذا جل دوش هذا بوما ليفغ هذا تاع لا مارك نيكس هذا زوين صراحه بزاف. كم عارفين في داك الاول كيكون لي نشف لكم بزاف هكا الشنايف ديالكم. خديت هذا السيروم فيزيولوجي قلت يمكن غادي نحتاجو. وهذا اخر حاجه جل موسون نيتوايو حتى هذا جل دوش. المهم خديت جوج صافي هادشي اللي خديت هنايا. قلبت لا باليز باش نوري لكم شنو خديت من جهه اخرى. وما نسيت ما حطيتش هنايا غير اللبسه اللي غادي نلبس ان شاء الله من غادي نخرج وشي نعالات نتاع الميكا ضروري شي نعالات تاع الميكا على حساب لا دوش ما عادش نقدر ندخل بهذه غادي تفزك. غادي ناخذ ان شاء الله نعاله ديال الميكا مازال ما زدتهاش هنايا هادو اللي بصراحه مازال ما درتهمش التبديله ديال الخروج. اول حاجه خديت هذه قلت لها ربما غادي نستعملها هذه بالنسبه هذه كتحطوا فيها البيبي وكتبدلوا فيها باش ما يوسخش الفراش. خفت هكا من نكون حاطاها ولا ندير الاول هذه باش ما توسخش. هادو زوين هادو كينفعوا هادو بالنسبه لي ماما هكا جداد ديجا عندي منهم عندي وحده ديجا هذه خديتها من شيئين بالنسبه غادي نحط لكم المهم الكود ديالها هنايا. خديت حتى هذه ان شاء الله هذه غادي ندير فيها تدي خديتها من شيئين فيها هالو وورلد فيها الالوان حتى هي كنظن فيها الزرق والغوز وهذا النيود والبيض باش ندير فيها سميتها لادات مهم هكا ندير بها هكا التصاور ان شاء الله. خديت واحد الفوطه ليا خديت هذه ديال الوجه وخديت هذه ديال الصحه عادي يعني غير بيضه عاديه هادو مهم ملابس ديال الداخليه. وهادو تقاشيرات خديت هكا واحد اربعه هكا باش تلبسهم. وهذه عجبتني بزاف كنت ملي مشيت للمغرب خديتها ليا مكتوب فيها لالا نفيسه. راه كاينين هادو في المغرب معروفين كاين بزاف هادو ديال زيف حياتي وكيكون فيهم هكا الطرز كاين ديال لالا العروسه كاين انا خديت لالا نفيسه وصافي. هادشي اللي كاين غادي نحاول نرد كل حاجه بلاصتها. و كما كنقول لكم دائما في اخر الفيديو نتمنى يعجبكم الا استفدتم من هاد لا فيديو هذه ولا نسيت شي حاجه ماذا بكم قولوها لي في لي كومونتير.
ماذا بكم الى شي حاجه يعني تنفعني يعني كتبوها لي في لي كومونتير ودعيو معايا ربي يسهل عليا ويجيب لي واحد الفكاكه سهله مهله هادشي اللي نطلبوه هاد الساعه ان شاء الله وتهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم.